حضرة رئيس المحكمة تجري في بساتين الدجين آني جرف عليش رايحين على على الله ياسين رمضان وبرزان وشفناه وما شفناه ما داعي تروحون على ناس آخرين آني جرفت مو جرفتها بمعنى ركبت البلدوزر وروحت جرفتها قرار صادر من مجلس قيادة الثورة بمن ثبت عليهم أو يثبت عليه يعني صدام حسين وقت القيادة يقول أنا مسؤول لكن من ضيق الظروف يقول لا مسؤول عبد الله ما يسويها صدام حسين وانتم تعرفون يعني مو من النمط اللي يسويها ويتكي على غيره بصعوبات يشيل الناس على كتوبه بالصعب والظروف السهلة هم يمشون على ذي